بابارادي في 33 و 40 دقيقة على 3 دبل في على كاسرين بونتين. مرحبا بكم الناس الكل في برنامج باباراتزي اللي تسمعوا كل عشية السبت. باش نكون معاكم رودينا ويرافقوني شيماء. مرحبا بك شيماء. مرحبا بك رودينا. سارة مرحبا بك. مرحبا بك. ومعنا جميل في الإخراج. باش نضيف فقرتنا الأولى اف بلو مع زميلتنا سارة. اف بلو. مرحبا بكم مرة أخرى على تغوى دوبل في أولا كاسخين فوانتيين. كما عودناكم كل يوم سبت نعملوا طلة مع بعضنا على أهم الأخبار اللي تداولت برشا الأسبوع هذا على صفحات الفيسبوك. وكما تعرفوا كل مواطن يحب المنطقة البلدية اللي يسكن فيها نظيفة وفيها أداء بلدي منتظم، يقوم خاصة على رفع الفضلات باستمرار والقضاء على المصبات العشوائية. لهنا نحب نحكي على مبادرة بلدية مهمة برشا نظمتها بلدية النور. هي حملة نظافة واسعة النطاق على مدى 3 أيام ديت من يوم الجمعة 7 فيفري تواصلت لليوم لحد. تبعا القرار الصادر عن والي القصرين القاضي بتسخير كافة الإمكانيات البلدية والجهوية للقيام بحملة نظافة ببلدية النور لمجابهة مخاطر الأوبئة والتلوث البيئي والقضاء على المصبات العشوائية والمظاهر المخللة بالبيئة والصحة. الخبر الثاني يخص سبيبة من ولاية القصرين. نحكي بالضبط عن مواد العلفية المدعمة المحجوزة. في الإطار هذا أكد المدير الجهوي للتجارة بالقصرين فتحي خضاورية إنه في إطار المراقبة الاقتصادية لمسالك توزيع الأعلاف المدعمة وتحت إشراف ولي القصرين تم ليلة الخميس 6 فيفري 2020 وفي ساعة أخرى من الليل وبالتنسيق مع معتمد سبيبة ورئيس البلدية ومصالح الشرطة بالمكان تمكنوا من حجز 598 كيس وزنه 50 كيلوغرام من مادة شعير العلفي المدعم و558 كيس وزنه 50 كيلوغرام من مادة السداري المدعم. تمكنوا من حجزهم حجزا فعليا أي ما يعادل بالضبط 58 طن من الأعلاف. كما تم يوم الجمعة 7 فيفري 2020 بيع المحجوز وتأمين المبلغ بالخزينة العامة للدولة. وأضاف فتحي خضاورية المدير الجهوي للتجارة بالقصرين أنه تم إعادة ضخ المنتوجات هذه بالمسالك المنظمة بسبيبة تحت إشراف السلطة المحلية. وأكد أنه تم تحرير زوز محاضر تتعلق بالاتجار في مادة مدعمة بطرق مخالفة للقرارات المتخذة في الغرب. نكمل الروبريك بخبار يخص رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي هو مريض شوية وحسب توصيات من طبيبه المباشر انه يلزمه الراحة التامة لمدة 4 أيام ابتداء من يوم الجمعة 7 فيفري نتيجة التهاب حاد في الحنجرة وذلك وفق بلاغ لرئيس الجمهورية. كما كلف رئيس الجمهورية الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باشتانجي بتمثيله في القمة العادية 33 للاتحاد الافريقي اللي باش تنعقد بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا يوم 9 و10 فيفري الجاري. اف بلو. تعليقنا على الخبر الاخرين اللي كنت تحكي فيها ان شاء الله نتمنوا الشفاء العاجل رئيس الجمهوريه وان شاء الله بلادنا ديما في خير. وبالنسبه للخبر الاول يا ساره ان شاء الله حملات النظافه هذه تتواصل وتبقى البلاد ديما نظيفه والبلديات الاخرين يكملوا يعملوا نفس الحاجه ويواصلوا على نفس المنوال ان شاء الله. الحملات هذه تتواصل وما تكونش نافعه اكاها وباش نحافظوا على بلادنا ونحمي رواحنا من الامراض اللي تسببها الفضلات المتواجده في البلايص الكل. اي صحيح شيماء خاطر فرحنا المره الاولى بهالحملات اما لحد الان ما زلنا باقيين نشوف الفضلات في كل بلاصه. على هذا ان شاء الله البلديات عفوا تكثف مجهوداتها وتخدم بانتظام. وتوا باش نتعداو لفقرتنا الثانيه كريتيك مع شيماء. الكلمه ليك كريتيك. اليوم باش نبداو فقرتنا باول اخبار وهو البنايه اللي لقاها اعوان الامن الوطني بمجرين نهار السبت 8 فيفري جثه في بحر رادس. واكد المصدر الامني انه الابحاث مازالت متواصله على خطر الحادثه غامضه خصوصا انه في ساك البنايه لقوا ورقه مكتوب فيها كرهت الحياه. والخبر الثاني مالوريزمون باش يكون على الطفله اللي عمرها 15 سنه من ولايه الكيف تتعرض للاغتصاب من قبل 4 أولاد اللي اعمارهم 11 و14 و16 و19 سنة. وقطع عنده ابتزازها لتكرار فعلتهم وامام رفضها نشر فيديو على الفيسبوك باش ينتقموا منها. كريتيك. والله شيء اسف واحد ما نجم كان يحزن على الشيء اللي وصلنا له. بالنسبه للطفله الاولى الله يرحمها مازال بحث جاري باش يعرفوا الاسباب الحقيقيه وراء الفجعه اللي شهدتها منطقه مجرين. وبالنسبه للطفله اللي عمرها 15 سنه ولد الضحيه تعرض لازمه قلبيه بعد ما انتشر هالفيديو. فرقه
علاقه العنف ضد المراه التابعه للحرس الوطني بالكيف توليت القضيه، ولحد الان تمكنوا من القبض على زوز منهم اللي عمرهم 11 و14 سنه، وزوز الاخرين مازالوا في حاله فرار، وواحد منهم هرب للجزائر حسب الاخبار الاوليه. بالنسبه لي نحب نتوجه بكلمه للطفله هذه، نحب نقولها تحاول تكون قويه وتتجاوز الحادثه وتحاول تسكر وذنيها على كلام الناس، على خاطر مجتمعنا كما نعرفوا ما يرحمش وديما عنده الغزره الدونيه للبنيه ظالمه ولا مظلومه، وان شاء الله تتحط برعايه نفسيه تخليها تتجاوز الحادثه هذه. اذا جات عهدت مندوبه حمايه الطفوله بالكيف بملف الطفله هذه واتخاذ التدابير القانونيه والمتابعه النفسيه اللازمه لفائده الضحيه، وان شاء الله ما تتكررش الحاجات هذه في هالبلاد. مستمعينا الاعزاء، وصلنا توا نهايه برنامج باباراتزي، نشكركم على متابعتنا على www.olacasini.in. ملتقانا الجمعه الجاي في نفس الوقت، وخليكم مع اغنيه اليسا فاتت سنين.